بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث اليوم إخوان الأفاضل والمشاهدين عن معجزة شرب الماء الدافئ مع الليمون وعسل النحل، حيث أن هنالك معجزة كبيرة سوف تحدث في شرب هذا المشروب صباحا على الريق. وهذا الفيديو أعرض به فوائد مهمة لهذه الطريقة، وأعرض أيضا تجربة شخصية من سيدة فرنسية تسمى كريستال دافيس، نقلا عن مجلة فرنسية تسمى مجلة سانتي. سمعت هذه السيدة عن الكثير من الفوائد لعسل النحل والليمون والماء الدافئ صباحا، فقررت أن تجرب العسل والحامض بنفسها. فراحت في كل صباح تشرب الماء مع العسل والحامض وفق مقادير معينة، فأصبحت تتمتع بالنشاط وقلت الإصابة لديها بالأمراض مثل الزكام. وتقول كريستال دافيس أنها كانت تختار العسل الأصلي الذي لم يتعرض للحرارة، وبعد سنة كاملة لاحظت معي لأنه خلال هذه السنة لم يحدث أن أصيبت بزكام أو مشكلة في الجهاز الهضمي، ولم يحدث أن شعرت بقلة النشاط أو بوجع في الرأس. وهذا كان غريبا بالنسبة لها، لأنها كانت من الأشخاص الذين يمرضون كثيرا. تقول هنا: أصبحت من الأشخاص الذين يحبون الصباح، فلم أعد أستيقظ وأنا أشعر بالتعب أو النعس، بل على العكس تماما، بت أستيقظ وأنا بكامل النشاط. أصبحت بشرتي براقة وتخلصت من الشوائب التي كانت تظهر على وجهي. هذه الوصفة كما تقول ساعدت غيرها أيضا، إذ قدمتها إلى عائلتي فكانت أن تحسنت صحتهم وقلت إصابتهم بالأمراض. ومكونات الوصفة بسيطة: اغلي بعض الماء ثم اتركه حتى يبرد في فنجان، اضف عصير نصف ليمونة حامضة، اضف ملعقة عسل اصلية بمعدل ملعقة كبيرة. واذا اردتم ان تشربوا هذه الوصفة فورا اضيفوا قليل من الماء البارد مع التقليب، اشرب الوصفة على الريق. واقول انا باذن الله من فوائد هذه الوصفة، وصفة الماء بالعسل الحامض، بالعسل والحامض والماء الدافئ، تمنع الإصابة من الإمساك، تعمل كمدر للبول، وهذا ما يمنع الإصابة بالالتهابات البولية، تساعد على تنظيف الكبد من السموم، وأيضا تجعلكم تحافظوا على وزن سليم، وأيضا تجعل البشرة مشعة، فهي تمد البشرة بالكولاجين والعناصر الغذائية المضادة للبكتيريا. بإمكان أي كان إخواني أفاضل أن يشرب هذه الوصفة الآمنة. حتى الأطفال إذا كان أولادكم ممن يمرضون كثيرا، حاولوا أن تعودوهم على هذه الوصفة، وبإمكانكم زيادة كمية العسل حتى تصبح سهلة الشرب والاستساغة. هذه الوصفة أيضا كفيلة بإذن الله بتقوية المناعة، وأيضا سوف تستفيدون منها، إذ أنها ستزودكم بالطاقة وستحميكم من وجع الرأس والالتهابات والمشاكل المعوية. أتمنى أن يكون إخواني الأفاضل هذا الفيديو قد أفادكم بشكل كبير. شكرا لكم على حسن المشاهدة، ونلتقي بإذن الله في فيديوهات جديدة، وإلى اللقاء.